عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد، ولكن قبل بداية لا تنسوا الصلاة على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، عليه أفضل الصلاة والسلام. طبعا أعتقد أن جميع الجزائريين متفقين على فكرة أن رياض محرز خروجه من نادي مانشستر سيتي سيحل العديد من العقد لهذا اللاعب، وهذا اللاعب راح يتألق في ظل أنه إذا وجد نادي يعني يقيم الموهبة الخاصة برياض محرز، ليس مثل بيب غوارديولا الذي هو على يقين بما يقدمه رياض محرز، ولكن يعني بيب غوارديولا دائما ما يتجاهل ذلك. فلهذا زي المشاهدين، كانت هناك العديد من الأخبار في الآونة الأخيرة مصرحة أن اسم الدولي الجزائري رياض محرز مرشح أن ينتقل إلى الدوري الإيطالي، إلى السيد العجوز نادي جوفنتوس، وذلك عبر صفقة تبادلية بينه وبين ديبالا. طبعا زي المشاهدين، كان هذا الخبر آنذاك مجرد يعني عناوين وعناوين صحف فقط، ما كانتش حاجة رسمية. بعدها بأيام، 3 أيام أو 4 أيام على العموم، المدير الرياضي السابق لنادي جوفنتوس لوتشيانو صرح نفس الشيء، صرح قائلا هنالك اهتمام إدارة جوفنتوس لضم رياض محرز، إنه لاعب عالمي. يعني زي مشاهدين، ذلك الخبر ممكن أن نقول أنه صحيح، وأن هنالك شيء من الواقع، وأن رياض محرز يمكن أن يخرج من نادي مانشستر سيتي. وأيضا زي مشاهدين، حاليا يعني قبل 5 دقائق انتشر خبر على أن باولو ديبالا مرشح للعديد من الأندية، وقد عرض للعديد من الأندية في الدوري الإنجليزي الممتاز. فهذه زي المشاهدين ممكن أنها تكون فرصة لرياض محرز إلى الخروج من نادي مانشستر سيتي إلى الدوري الإيطالي، وممكن أنهم راح يعملوا هذه الصفقة التبادلية، حيث كما تشاهدون موقع 19 مينت صرح لنا تم عرض باولو ديبالا للعديد من الأندية في الدوري الإنجليزي الممتاز، وهذه الفرصة لكي يتعاقدوا معه. فطبعا يعني نقرأ لكم واش جاء في هذا المقال، صرحوا قائلين عرض مهاجم يوفنتوس باولو ديبالا على عدد من الأندية في الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث أصر ممثلوه أن الأرجنتيني باولو ديبالا جاهز للانتقال إلى إنجلترا. طبعا وصل عرض هذا اللاعب إلى 6 أندية كبرى في الدوري الإنجليزي الممتاز، منها مانشستر يونايتد، ليفربول، تشيلسي، توتنهام، مانشستر سيتي، وأيضا هنالك حتى أرسنال، لتنبيههم بإمكانية التعاقد مع هذا اللاعب. هذا خبر أعزائي المشاهدين جيد نوعا ما، جيد حتى مواقع نادي مانشستر سيتي كما تشاهدون تداولت هذا الخبر وسألت نادي مانشستر سيتي هل يعني سيأتي هذا اللاعب إلى نادي مانشستر سيتي أم ماذا. فقولوا لنا في صندوق التعليقات ما رايكم حول هذه الصفقه، ممكن ان رياض محرز نشوفوه باللون الابيض والاسود يعني مع قميص السيده العجوز مع هذا الفريق، ام تفضلون بقاؤه في نادي مانشستر سيتي؟ ولكن اود ان اطرح سؤال واجيب عنه في نفس السياق، وانتم ايضا اجيبوا عنه في صندوق التعليقات. يعني حسب هذه الاخبار المتداوله، ما هو راي بيب غوارديولا؟ هل بيب غوارديولا سيقبل بهذه الصفقه؟ انا متاكد اعزائي المشاهدين بان الاجابه ستكون لا، لانه بيب غوارديولا احضر رياض محرز الى نادي مانشستر سيتي كاداه يعني تحفيز للاعبي نادي مانشستر سيتي، منهم رحيم ستيرلينغ، ولا اعتقد ان بيب غوارديولا سيجد لاعب بمهاره للنجم الدولي الجزائري رياض محرز ويبقيه في كرسي البدلاء او يقيده، يعني لا يعطيه الحريه ويبقى ساكت. يعني رياض محرز يحشم من بيب غوارديولا، يعني هذا الشيء رانا نعرفه، ولكن يعني من المستحيل ارى انه بيب غوارديولا راح يفرط في رياض محرز، رغم انه بالك نقولوا انه محرز راح باغي يخرج، لكن الا ان بيب غوارديولا راح يشوف كيفاش يضغط عليه باه يخليه في نادي مانشستر سيتي، لانه راه عارف بلي انه ما كانش لاعب في العالم راح يرضى بما يعيشه رياض محرز في نادي مانشستر سيتي وما قررش الخروج. فهذه من نقطة، وهذا السؤال الأول. أما السؤال الثاني الذي أود أن أطرح صراحة، ما هو رأي رياض محرز في هذه الصفقة؟ هل سيخرج؟ هل سينتقل إلى الدوري الإيطالي إلى هذا الفريق وذلك بصفقة تبادلية؟ طبعا هو أيضا أقول لكم الإجابة للأسف الشديد لا، وذلك حسب تصريح رياض محرز، لأنه رياض محرز صرح في أحد يعني اللقاءات باللي أنه الدوري الإنجليزي ممتاز أفضل دوري في العالم، ومتمني أنه راح يعتاز كرة القدم في الدوري الإنجليزي الممتاز. يعني كان رافض الفكرة لكي ينتقل إلى الدور الفرنسي أو الدور يعني الألماني أو حتى يعني الإيطالي. هذه تصريحات رياض محرز، مش أنا اللي قلتها أعزائي المشاهدين، فأنتم قولوا لنا في صندوق التعليقات. يعني انا ما نعلمش الغيب، فممكن انه رياض محرز اذا ساءت اموره في نادي مانشستر سيتي بالك على سبيل المثال يغير وجهه نظره وينتقل الى الدوري الايطالي. ف يعني قولوا لنا انتم في صندوق التعليقات ما رايكم حول هذا الخبر، انا اعطيت لكم الخبر وانتم حاولوا تعطونا اجابتكم في صندوق التعليقات، واش هذه الوجهه يعني جيده جميله لرياض محرز ام بقائه في نادي مانشستر سيتي احسن وان لا يغامر بمشواره الكروي.
أما في خبر آخر أعزائي المشاهدين عن جمال الدين بالعمري الذي مقرر أن يلعب هذه الليلة أمام ميدز الفرنسي. طبعا هذا اللاعب لحد الآن كما نقول رعال ما تحصلش على الفرصة الكاملة لكي يبدأ أساسي مع فريقه، وذلك حسب تألق اللاعبي لأولمبيك ليون الذين يشغلون نفس منصب هذا اللاعب. فهذا اللاعب يعني راح يكافح من أجل الظفر بالخدمة الأساسية وراح يبدأ أساسي، يعني ما راحش تكون حاجة سهلة، خاصة أن رودي غارسيا يعني أشرك هذا اللاعب في 30 دقيقة ولحد الآن ما عطاش الفرصة. فهذا اللاعب أنا متأكد بأنه راح يقاتل في التدريبات من أجل أن يفوز بالمكانة الأساسية، ولكن الإكيب الفرنسية يعني كان لديها رأي آخر ورأي آخر من المدرب غارسيا، حيث صرحت لنا أعزائي المشاهدين أن المدافع المحوري سيجلس أيضا على مقاعد البدلاء هذه الليلة حسب هذه الجريدة. في نفس السياق قالت أعزائي المشاهدين سيكون بدون تأكيد يعني حبيس الدكة خلال هذه المواجهة، وأيضا أوضحوا لنا عن نية المدرب رودي غارسيا في تجديد الثقة للثنائي ديناير ومارسيلو في قلب الدفاع، وهذا يعني أن هذا اللاعب راح يعاني مرة أخرى في كرسي البدلاء إلى إشعار آخر هو وأيضا حتى سعيد بن رحمة. هذان اللاعبان صراحة لحد الآن مازال ما كما نقول لم يتحصلوا على الفرصة الأساسية لكي يظهروا مستواهم وأيضا لكي يكسبوا ثقة مدربهم على أرضية الميدان، فنتمنى لهم كل التوفيق إن شاء الله. بينما في خبر آخر وفي عجالة أعزائي المشاهدين كنهاية لهذا الخبر، يعني شرحت لكم في الفيديو السابق عن لاعبين مزدوجي الجنسية الذين أرادوا تمثيل المنتخب الجزائري وصرحوا لجمال بالماضي أنهم يريدون تمثيل المنتخب الوطني الجزائري، وكان من بين تلك المواهب موهبة الملقب بسامي فرج. طبعا هذا اللاعب صرح أعزائي المشاهدين وكشف وكانت لديه تصريحات قوية جدا عن سبب تمثيله للمنتخب الوطني الجزائري للفئة 20 سنة، رغم أنه كانت لديه عروض وقد لعب مع المنتخب المغربي وكانت لديه أنظار وكان يعني مراقب من المنتخب الفرنسي، فلماذا فضل المنتخب الجزائري؟ هذا ما سنتعرف عليه في هذا التصريح، قائلا أنا فخور باللاعب لصالح المنتخب الوطني الجزائري وأحلم بالتتويج بكأس إفريقيا مع الخضر، أنا أمتلك جواز سفر جزائري وسأكون يوم الاثنين يعني مع التعداد إن شاء الله. وقائلا أعزائي المشاهدين أنا مغربي أيضا لكنني اخترت اللاعب لصالح المنتخب الجزائري بفضل المشروع المقدم لدي وأيضا الذي يناسب طموحاتي، يعني المشروع الذي قدمته الاتحادية الجزائرية لهذا اللاعب يعني موافق مع طموحات هذا اللاعب، يعني كل شيء جيد لحد الآن. بينما صرح قائلا لقد تلقيت مؤخرا اتصالا من الاتحادية الجزائرية لكرة القدم التي عرضت علي الالتحاق بالمنتخب الوطني الجزائري لأقل من 20 سنة من أجل المشاركة في الدورة المؤهلة إلى نهائيات كأس أمم إفريقيا، وقائلا عن هذه المشاركة المشاركة في التصفيات من أجل محاولة تأهيل وتأهل الجزائر إلى هذه البطولة هو تحدي بالنسبة لي، واللعب يعني مع الجزائر بلد أمي وأجدادي وهو فخر لي ولعائلتي. ليختتم كلامه لقد نجحت في الحصول على جواز سفر مؤخرا وهو ما سيسمح لي بالسفر يوم الاثنين إن شاء الله، يعني من أجل المشاركة في البطولة شمال إفريقيا التي ستقام في تونس. وهذا اللاعب كما قلت لكم رفض المنتخب المغربي الذي لعب معه وأيضا قال لي أنه ما كانش عندي تجربة جيدة مع هذا الفريق ومع هذا المنتخب، بينما أيضا رفض المنتخب الفرنسي وقال حتى لو كان عيط للمنتخب الفرنسي يعني أنا قررت أني أمثل المنتخب الوطني الجزائري. فكل توفيق لهذا اللاعب، كانت هذه أخبار اليوم، قولوا لنا يعني حسب رأيكم، يعني أعطونا أيضا إذا كانت لديكم أي معلومات حول هذا اللاعب، إذا شاهدتوا المباريات نتاعه أخبرونا في صندوق التعليقات، بينما أيضا لا تنسوا التعليق حول الموضوع الأول والذي هو مهم جدا عن رحيل رياض محرز من نادي مانشستر سيتي إلى نادي جوفنتوس الإيطالي. وكان هذا الفيديو اليوم، ودمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، السلام.